اوكي. السلام عليكم. من النظرة الأولى الخاصة بالبوكس، أعتقد أنكم قد كونتم فكرة عن هذا المنتج. هذا المنتج عزيزي المتابع هو لابتوب خارق للعادة من ايسوس روغ، والشيء الذي ذكروه لي شخصيا أن هذا اللابتوب من عالم آخر. طبعا مثلي مثلك عزيزي المتابع لا أدري أي شيء حول هذا اللابتوب إلا عبر هذا الستيكر الصغير الموجود على البوكس، الموديل نيم الخاص بهذا اللابتوب GX551Q، والاسم الخاص به روغ زيفيروس ديو، اسم مرعب. بدون أي كلام إضافي نفتح هذا البوكس ونكتشف حقا إذا كان هذا اللابتوب خارق للعادة. Let's do this. بسم الله على بركة الله. اوكي. اعتقد ان هذا هو اللابتوب عزيزي المتابع. فخامة البوكس يبدو فخم. اوكي. ياتي ببوكس كذلك صغير هنا. That's pretty much everything from the box. نبدأ بالبوكس الصغير عزيزي المتابع، وفي بعض الأشياء الخاصة باللابتوب. فيه علامة الشحن، يمكن فيها charging system الخاص به. اوكي، راح تجد هنا the power supply cable وال AC adapter. فخم جدا هذا الاي سي ادابتر. مواصفات الاي سي ادابتر على السريع، الانبوت كاتبين فيه ما بين 100 الى 240 فولت، يعني يشتغل في هذه المواصفات، وكذلك يشتغل في فريكونسي ما بين 50 الى 60 هرتز، وفي تيار 3.5 امبير. اما في الاوتبوت فياتي بخيارات ال 20 فولت 12 امبير وباستطاعه 240 واط. خلينا ننتقل مباشره الى العنصر الاهم. كما ترون هنا كاتبين Dying Light 2، اعتقد مستوحاة من الديزاين الخاص بلعبة Dying Light 2. الى حد الان تبدو الامور في غاية الروعة. لنكتشف ما الذي يحتوي هذا البوكس. اوكي اوكي. Alright. The moment of truth. Okay. This is something. شيء خارق للعادة. كما ذكروها يعني. مبينة في البوكس. يمكن هذا افضل ديزاين شفته الى حد الان من ايسوس روغ. اوكي، نحط اللابتوب على جنب. ايزي ايزي، لان مواصفات هذا اللابتوب خيالية. شيء ثاني موجود هنا، علبة صغيرة. اوكي، كتيب تعليمات صغير باللغة العربية، شيء جميل جدا. وكذلك كتيب الوارنتلي كارد، ونفس الكتيب الخاص بالتعليمات بالانجليزية. اوكي. And some premium services from Asus. هل هنالك شيء ثاني؟ نعم، هنالك شيء ثاني. اعتقد ان هذا هو الارم ريست الخاص باللابتوب. نفسه نفس المودلز الذي ياتي بالكيبوردات العالية الاداء، ياتي بارم ريست حتى الايد الخاص بك تكون مرتاحة. I think so. يمكن يكون له شيء ثاني. خلي على جنب ونتوجه مباشرة إلى الأهم، المواصفات الخاصة بهذا اللابتوب. ROG Zephyrus Duo 15SE يأتي بـ 2 screens. أوكي. سكرين تأتي بالـ 4K 120 Hz. Incredible. 8MS. Crystal Surround Sound من Dolby. و second screen خاصة بالجيمرز والستريمرز والكونتنت كرييترز. خلينا نفتح هذا اللابتوب مع بعض. يا رباه. اسمعوا. بسم الله ما شاء الله. شيء ثاني. This is from another dimension. Easy. This is a work of art. فيما يخص الديزاين والمنافذ الخاصة بهذا اللابتوب، فالديزاين نبدأ باللون. اللون تحسه خليط ما بين الرمادي والأسود الغامق، زائد شعار ROG مطبوع بشكل مرعب في الجهة العلوية الخاصة باللابتوب. فيما يخص المنافذ، في الخلف راح تجد مباشرة منفذ الـ HDMI، منفذ الـ DisplayPort، وكذلك منفذ الـ LAN. وفي الأسفل راح تجد فقط فتحات التهوية، وفتحات تهوية كذلك تحت الـ Second Screen. فيما يخص الأطراف، في الطرف الأول راح تجد منفذي USB Type-A ومنفذ USB Type-C، وفي الطرف الآخر راح تجد كذلك منفذ الخاص بالشاحن
ومنفذ كذلك 3.5 ملم جاك الخاص بالأوديو ومنفذ SD كارد سلوت. تقريبا هذا كل شيء فيما يخص المنافذ. اوكي عزيزي المتابع، كما ترى في الشاشة امامك لما تشغل اللابتوب راح يعطيك نفس الاعدادات اللي يعطيها لك اي لابتوب جديد فيه ويندوز مفعل، بالاضافة الى معلومات اخرى لم الاحظها اساسا في سيستمز اخرين. يعطيك امكانية اختيار الاكسبيرينس الخاصة بك، سواء كرياتيفيتي، جيمينج، سكول، فاميلي، تختار الشيء اللي يساعدك. اما في هذه اللائحة فكاتبين مايكروسوفت ريكومندز ويندوز 11 فور يور ديفايس. في البداية اعتقدت انك ستختار ما بين ويندوز 10 وويندوز 11، لكن هو فقط اختيار او ريكومنديشن. اذا هذا هو اللابتوب امامكم، كريزي. وكما ذكروا لي هذا اللابتوب من عالم اخر. مواصفات هذا اللابتوب على السريع، ياتي بمعالج AMD رايزن، او خليني اقول ياتي ب APU من رايزن، رايزن 7 5800H موبايل بروسيسور، يعني نسخة خاصة باللابتوبات. فيأتي هذا الـ APU بثمانية أنوية و16 مسار، تصل سرعاته إلى حتى 4.4 GHz كماكس بوست كلوك فريكونسي و20 ميجا بايت ككاشينج أو كاش. أما فيما يخص كارت الشاشة، فيأتي هذا اللابتوب باثنين أو كارتين، أحدهما تابع للمعالج والذي يأتي بثمانية أنوية بسرعات تصل إلى حتى 2000 ميجاهرتز، يعني تقريبا مثل الفيجا 8. والكرت الرئيسي الغني عن التعريف الـ RTX 3060 لابتوب جي بي يو، وهو نسخة مختلفة عن نسخة الديسكتوبات بحيث يأتي بـ 6 جيجا كفيرام، وهذا الكرت راح يعطي تناسق رهيب مع هذا الـ APU. أما فيما يخص الرامات، فيأتي هذا اللابتوب بـ 16 جيجا بايت، ووحدة تخزين تأتي بـ SSD M.2 NVMe Gen 3 بمساحة تخزين تصل إلى حتى 512 جيجا بايت. والشيء المدهش أن هذا اللابتوب يأتي بشاشتين 4K 120Hz، والشاشة الثانية تدعم اللمس ولها استخدامات أدهشتني بكل ما تحمله الكلمة من معنى. تستطيع مشاهدة يوتيوب من خلالها، تستطيع تنظيم لائحة ألعاب على ستيم أو على أي برنامج. إضافة إلى ذلك تدعم نظام سهل جدا راح تتعود عليه في دقائق. هذه أمور بسيطة جدا. الشيء اللي خلاني أحب هذا اللابتوب ألا وهو الكرياتيفيتي التي يمنحها. تستطيع حرفيا إضافة تايم لاين خاص بأدوبي بريمير في الأسفل أو في أسفل الشاشة، وتعمل إيديت بطريقة خيالية، شيء رهيب جدا. تستطيع عمل كوستمايز للبوتنز الخاصة بك وإضافتها إما على فوتوشوب أو أفتر إفكت أو على أي برنامج خاص بالأعمال الثقيلة أو الأعمال الخاصة بالكرياتيفيتي. الإبداع في هذا اللابتوب ضرب بين الخيال. تستطيع عمل لاير خاصة بك لستريمينج. يا أخي يمكنني أن أتكلم عن مزايا هذا اللابتوب لساعات طويلة بدون ملل. ربما راح تقول لي أن هذا مجرد تطبيل لللابتوب. صراحة عزيزي المتابع لا أملك أي تعليق إضافي، لازم لك تشوف هذا اللابتوب أمام عينيك حتى تعرف مقدار التطبيل الذي يتكلم عنه. فيما يخص الساوند، يا إلهي عندي فترة طويلة عزيزي المتابع لم أسمع فيها بيور ساوند من سماعات خارجية، وهذا اللابتوب استمتعت بكل دقيقة وأنا أسمع الصوت من سماعات هذا اللابتوب. بيور ساوند. فيما يخص البطارية، مواصفاتها كالتالي، ولم أضعها قيد التجربة لأنه كان فيه أمور تقنية أهم من ذلك، من بينها بنش مارك البرامج والألعاب الذي سنتطرق إليه بعد تواني، فابقى معنا ولا تذهب بعيدا. وصلنا عزيزي المتابع إلى فترة البنش مارك. نبدأ ببنش مارك البرامج كالعادة، وكالعادة نبدأ بفور مارك على الـ 4K settings. في الاستخدامات العادية حصلت على هذه النتائج: 39 كأقل درجة وصولا إلى 56 كأقصى درجة. أما في الإكستريم يوزج بين قوسين ضغط عالي جدا على هذا اللابتوب، حصلت على 54 كأقل درجة و 87 كأقصى درجة. يمكن 87 مخيفة نوعا ما في الديسكتوب بي سي، لكن على مستوى هذا اللابتوب it's pretty normal. بين قوسين ضغطت بما فيه الكفاية على روغ زيفيرس. في السينيبنش R23 مالتي كور تيست حصلت
على 12,243 نقطة، وفي السنجل كور تيست حصلت على 1,360 نقطة. سينيبنش R20 حصلت على 4,977 نقطة، وفي سينيبنش R15 CPU تيست حصلت على 2,121 نقطة، وفي الأوبن جي إل تيست التيست الخاص بكارت الشاشة فحصلت على 141.31 FPS أو frame per second which is not bad at all فيما يخص كل هذه التستات على هذا اللابتوب. لكن فيما يخص بلندر تيست في وضعية الشاحن، لماذا أقول لك وضعية الشاحن؟ لأن وضعية الشاحن ضرورية جدا في اللابتوب، لأنه لما تستخدم هذا اللابتوب بدون شاحن تأكد عزيزي المتابع أن كل هذه التستات ستقل ربما ب 30-40%، فلهذا راح تكتشف ما الذي يقوله في بلندر تيست. في وضعية الشاحن على 4K settings حصلت على 5 دقائق و49 ثانية، أما بدون شاحن يعني في الوضع العادي فحصلت على 6 دقائق و25 ثانية بالتقريب، يعني هنالك فرق واضح في وجود الشاحن أو في غيابه. وعموما لما نتكلم عن بلندر تيست، هذا التيست الذي عملت له رندرينج في هذا اللابتوب كان متوسط أو عادي جدا، لأنه كنت متوقع أن يكون الرندرينج أسرع بكثير من هذا، لكن كما لاحظتم الرندرينج كان عادي جدا ولا أصنفه كرندرينج قوي، لأنه ربما راح أظلم هذا اللابتوب قليلا لأني أقارنه نوعا ما مع أقوى كمبيوتر وأقوى بي سي جمعته في الحلقة السابقة اللي كان في RTX 3080 Ti و i9-12900KF. ربما راح أظلم هذا اللابتوب إن قارنته مع هذا الكمبيوتر، لأنه في التجميع السابقة حصلت في نفس الرندرينج في 4K settings على 37 ثانية which is huge difference، لكن من الظلم أن نقارنه مع هذا البي سي. فأعتقد أن هذا الرندرينج كان متوسط إلى حد كبير، لكن في الجهة المعاكسة في جهة المونتاج والإيديتينج لغير ذلك، نأخذ على سبيل المثال أدوبي بريمير في وضع الشاحن حصلت على 8 دقائق و45 ثانية، أما في غياب الشاحن فحصلت على 9 دقائق و38 ثانية، وهذه نتائج جد جيدة فيما يخص هذا الفايل اللي حجمه 3.18 جيجابايت ومدة الفيديو 19 دقيقة ملغم بالإفكتات. تقريبا هذا التست يمكنني أن أقارنه مع تجميعة قوية جدا حتى وإن كانت بالآي 9، فتست الأدوبي بريمير كان أقوى بكثير مما توقعت. وتقريبا كان هذا كل شيء فيما يخص بنشمارك البرامج. في الجهة المقابلة بنشمارك الألعاب في وضع الشاحن فقط، لأنه بدون شاحن النتائج ستكون مختلفة اختلاف كبير. ومعلومة البنشماركات كانت على 2K والفول HD فقط، هذا لا يعني أن هذا اللابتوب لا تستطيع اللعب به على 4K، لا بالعكس تستطيع لعب كل الألعاب على 4K settings بدون أي مشاكل، لكن قررت وضع هذا البنشمارك على 2K و1080p فقط. فيما يخص Elden Ring فحصلت على 48 frame per second average FPS على 2K settings، أما فيما يخص الفول HD أو 1080p فحصلت على 56 frame per second max settings، وهذا التست كان جيد إلى حد كبير. فيما يخص The Witcher 3 حصلت على 2K 58 FPS، أما في الفول HD حصلت على 78 frame per second، والنتيجة كذلك كانت مبهرة للغاية. Fortnite 2K settings 52 frame per second كmax settings، وهذه الريزولوشن تقريبا لا يوجد أي أحد يلعب بها. فننتقل مباشرة إلى الفول HD competitive settings، تقريبا كل الناس تلعب بهذه الريزولوشن، فحصلت على 135 frame per second في هذه الريزولوشن بالضبط، والنتيجة كانت جيدة إلى حد كبير. Shadow of the Tomb Raider 2K settings حصلت على 68 frame per second max settings بين قوسين DLSS on، وهي خاصية تمتلكها كل كروت انفيديا الجديدة كروت الـ RTX. DLSS on أرجوك عزيزي المتابع إذا كنت تملك كارت RTX فعل هذه الخاصية في الألعاب التي تدعمها. Huge difference. في 1080p حصلت في نفس اللعبة مع DLSS on max settings 71 frame per second، والتجربة على هذه الألعاب كانت أكثر من جيدة وبدون أي مشاكل، خصوصا مع الشاشة 4K 120Hz وسلسلة الألعاب والصوت الخاص
باللابتوب أو صوت السماعات الخاصة بهذا اللابتوب. التجربة كانت خيالية بكل ما تحمل كلمة من معنى عزيزي المتابع. وتقريبا كان هذا كل شيء فيما يخص البنشمارك الخاص بالألعاب والبرامج مع بعض. فيما يخص سلبيات هذا اللابتوب فليست بكثيرة، مجرد نقطتين. النقطة الأولى، ضروري جدا استخدام الشاحن عند الأعمال الثقيلة أو الألعاب كذلك، وهذا ما رأيناه في البنشمارك بدون شاحن أو في وجوده، فرق كبير جدا. النقطة الثانية، هذا اللابتوب ليس موجه للأعمال الخاصة بـ3D rendering أو 3D design أو كل الأمور التي تتعلق بـ3D بصفة عامة. يعني هذا اللابتوب ليس موجه لهذه الأشياء بصفة كلية، وهذا ما رأيناه في بنشمارك بلندر. وللأسف أنا كنت أقارنه مع أقوى تجميعة ركبتها في المقطع الأخير، لهذا ربما ظلمت قليلا هذا اللابتوب، مع العلم أنه في نسخة من هذا اللابتوب تأتي بالـ RTX 3080 والتي تعد حتما قوة في هذا المجال، لذلك تصنيفي لهذا اللابتوب في مجال 3D ربما متوسط. وتقريبا كان هذا كل شيء من بين السلبيات. إذا عزيزي المتابع، كان هذا كل شيء من حلقة اليوم. أتمنى من كل قلبي أن تكون هذه المراجعة قد نالت إعجابك، وحقا كان هذا اللابتوب شيء أو ضرب من الخيال from another dimension، تماما مثل ما قالوا لي. فإذا أعجبك هذا المقطع لا تنسى اللايك والاشتراك في القناة إذا ما كنت مشترك، ولا تنسى كذلك كتابة رأيك في مكان التعليقات حول هذا اللابتوب روكسي فيروس، اسم على مسمى. كل الروابط الخاصة بهذا اللابتوب متوفرة في الوصف أسفل هذا الفيديو. لا تنسى متابعتي على الانستغرام والتيك توك والفيسبوك كذلك، كل الروابط الخاصة بالسوشيال ميديا الخاصة بي متوفرة في الوصف أسفل هذا الفيديو. كان معك أخوك عصام من قناة ديزيت كوميونيتي، and see you next time.